أيها الطلبة، أيتها الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس في الهندسة الميكانيكية، ومع جزء الآليات، وبالتحديد المنطق التعاقبي، نتطرق اليوم إلى دراسة كيفية إنجاز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات المتممه لهذا الدرس لدينا نظام الي نستعمله في التثقيب والممثل امامكم بهذا الرسم اذا تصل القطعه المراد تثقيبها او تثقيبها الى مركز او الى الى مركز التثقيب وبالتحديد الى الملزمه الضغط على الملتقط اس يبين وجود القطعه في الملزمه مما يؤدي الى تثبيتها بواسطه الدافعه ا بعدما تثبت القطعه في الملزمه ينزل المثقاب فينزل المثقاب ونقوم بعمليه التثقيب وبعد عمليه التثقيب ننتظر مده لانهاء عمليه التثقيب ثم عندنا صعود المثقاب لما يصعد المثقاب تتحرر القطعه برجوع الدافعه ا وتعاد وتتكرر هذه العمليه كلما وجدت قطعه في الملزمه هنا لا نتطرق الى كيفيه وصول القطعه الى الملزمه وكذلك بالنسبه لدوران المحرك وكذلك لا نتطرق الى كيفيه اخلاء القطعه من مركز التثقيب اذا لانشاء المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات اذا دفتر الشروط تاع هذا النظام عند وصول القطعه الى مركز التثقيب يعطي الملتقط اس اشاره انطلاق الدوره لتتم وفق المراحل التاليه في المرحله الاولى خروج ساق الدافعه ا لتثبيت القطعه في المرحله الثانيه نزول الدافعه ب للتثقيب القطعه في المرحله الثالثه تصعد الدافعه او صعود دافعه ب لكن يكون هذا بعد تاجيل مدته 30 ثانيه للسماح لانهاء عمليه القطع عمليه التثقيب في المرحله الرابعه الضغط على الملتقط ب0 يسمح بدخول ساق الدافع وبهذا تتحرر القطعه من الملزمه اذا لا تعاد الدوره الا بتوفر الشروط الاوليه اللي هي وجود القطعه في الملزمه ولا نهتم باليه اشتغال المحرك او كيفيه وصول القطعه نتطرق الى مكونات المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات المختصر ب او المختصر اذا المخطط يتكون من اطار لمعلم اللي هو المرحله اذا الاطار المعلم يبين المرحله عندنا اطر او اطار او اطر للعمل المرتبط بالمرحله او للاعمال المرتبطه بالمرحله، اذا كانت هناك مرحلتين معناه يكون عندنا اطارين، واحد امام الثاني المرحلة الابتدائية اللي هي تبين الوضعية قبل بداية العمل نبينها بواسطة مربعين أو صح التعبير بواسطة مربعين معلم كذلك هذا المربع بالصفر أو بالواحد حسب ثم عندنا الانتقال عندنا الانتقال نمثلو بخط افقي وهنا لا يتم الانتقال من, من مرحله الى مرحله اخرى الا بتحقيق الاستقباليه الا بتحقيق الاستقباليه وهنا هذا الخط اللي رانا نشوفه امامنا هي الوصله الموجهه وهذه الوصله الموجهه دائما تكون من الاعلى الى الاسفل وللارتقاء من مرحله الى مرحله لابد باش تكون الاستقباليه محققه الان اذا كان عندي الاتجاه نحو الاعلى لابد من وضع اشاره السهم التي تبين بان الوصله موجهه الى الاعلى اذا ما كانش هناك سهم فمباشره الاتجاه راح يكون للاسفل دون وضع السهم الان بالنسبة للمخطط الوظيفي عندي المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات غرافسات مستوى أول في المستوى الأول راح نتطرق إلى تعاقب العمليات الواحدة تلو الأخرى هناك تعاقب للعمليات إذا عندنا أول مرحلة في المتمن هي مرحله مرحله الراحه معناه مازال ما بداش يشتغل النظام وباش يشتغل النظام لابد باش تكون هناك الاستقباليه الاولى بالنسبه للنظام تاعنا لابد باش تكون القطعه موجوده في الملزمه اذا لابد باش تكون كاينه توصل اشاره تبين بان القطعه موجوده داخل الملزمه لما تتحقق هذه الاستقباليه نتحول الى المرحله الاولى المرحله الاولى هي تثبيت القطعه اذا داخل الاطار عندنا الرقم واحد والاطار الموجود منا على اليمين العمل المرتبط بهذه المرحلة نذكر العمل المرتبط بالمرحلة لما تثبت القطعة إذا القطعة مثبتة أنا عندي استقبالية توصل توصل تقول بأن القطعة راهي مثبتة يمكنني الآن الانتقال إلى المرحلة الموالية اللي هي نزول المثقاب إذا المرحلة الثانية نزول المثقاب مع التأجيل لماذا؟ لأنه لابد أن يكون تأجيل لإنهاء الثقب حتى يمكننا إنهاء الثقب معناه نزع كل الجودادة الموجودة بداخله لا تبقاش جودادة ملتصقة في عمق الثقب الاستقبالية هنا هي المثقب في الوضعية السفلية وانتظار 30 ثانية معناه بعد ما يوصل المثقب الى الوضعيه السفليه ننتظر 30 ثانيه باش تعاود تخرج باش يمكن هناك الارتقاء الى المرحله المواليه اللي هي المرحله الثالثه اللي تمثل في صعود المثقب لما تنتهي عمليه الصعود بالمثقب في الوضعيه العلويه لانه نخيروا له الوضعيه اللي يتوقف فيها في الوضعيه العلويه هنا توصل الاستقباليه ل تمد تتمكن من الارتقاء او الانتقال الى المرحله الرابعه اللي هي تحرير القطعه، الان تحرير القطعه لما تكون القطعه محرره تنتهي الدوره. تنتهي الدوره بتحرير القطعه، الان لاعاده الدوره يمكن كلما وجدت هناك القطعه كانت في الملزمه يعني وصلتنا من من مركز الشحن القطعه تبقى العمليه هذه الدور إذا وهنا لابد باش نبين السهم اللي يمثل بأن الوصلة هنا لازم تكون المرور يكون من الأسفل إلى الأعلى إذا في هذا المخطط هنا نتطرق إلى تعاقب الأعمال التي يجب أن تكون حتى نصل إلى النهاية إذا عملية بعملية وبعد انجاز المخطط المستوى الاول ننتقل الى مخطط المستوى الثاني وفي المخطط المستوى الثاني نتطرق الى التكنولوجيا المستعمله لتحقيق هذه الاعمال وكيفيه تعاقبها. اذا هنا راح ننتقل الان من المخطط او من المستوى الاول الى المستوى الثاني هنا راح نذكر التكنولوجيا في المستوى الثاني راح نذكر التكنولوجيا المستعمله اذا هنا عندي دائما مرحله الراحه القطعه في الملزمه معناه بالضغط على الملتقط اس اذا هنا التكنولوجيا اللي استعملناها لتحقيق الاستقباليه هو الضغط على الملتقط اس لما تكون الاستقباليه صحيحه لماذا؟ لأنه حنا نستعمل الثنائي هنا إما وضعية صحيحة أو خاطئة، معناه إما استقبالية وصلت ولا ما وصلتش، إذا كي نذكر الإستقبالية صحيحة معناه الإستقبالية وصلت، إذا تحقيق الإستقبالية يؤدي إلى خروج الدافعة أ، اللي هي هو التثبيت، معناه أنه فك الملزمة أه؟ موصول مع ساق الدافعة إذا هنا تتم عملية الدفع حتى الحصر لماذا؟ لأن لابد من حصر القطعة داخل الملزمة الآن لما توصل الفك يوصل إلى نهاية المشوار يضغط على ا اللي يبين أنه عملية التثبيت قد حققت وهذا بالضغط على على معناها انه يمد اشاره انه آه عمليه آه آه التثبيت قد قد آه آه تحققت الان الاستقباليه تحققت نمر الى المرحله المواليه اللي هي المرحله اثنين وهو نزول الدافعه بي اذا بخروج الساق نتاعها أه؟ بخروج الساق نتاعها لذلك مدينا بي بلوس وهنا هذه الدافعه هي اللي آه 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 الساق الدافعه هو اللي يكون مرتبط ب آه مركز التثقيب اللي يقوم بعمليه الانزال وانتظار 30 ثانيه لانهاء عمليه التثقيب بعد ما توصل اذا الى بيئه اللي هي نهايه المشوار معناه نهايه نزول المثقال اذا بالضغط على بيئه تمد نهايه النزول ثم ننتظر 30 ها ننتظر 30 ثانيه بالنسبه للمرحله 2 اذا اس 30 ثانيه بالنسبه لمرحله 2 بعد مرور 30 مرحله آه، عفوا 30 ثانيه هناك المرور الى المرحله المواليه المرحله الثالثه اللي هي صعود المثقاب ب رجوع الدافعه ب ثم لما تنتهي لما ينتهي مشوار الرجوع نضغط على بي اذا بي زيرو الاستقباليه لتمد الاشاره الى الدافعه ا بي آ الرجوع وهكذا تتحرر القطعه وعند انتهاء التحرر نضغط او تضغط الدافعه على الاستقباليه او على الملتقط ا زيرو وتعاد الدوره كلما وجدت هناك قطعه في الملزمه. اذا هكذا نلاحظ الان الفرق بين المستوى في المتمن في المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات، نلاحظ الان انهم في المخطط في المستوى الاول نذكر الافعال وتكون يعني بالتعاقب مرحله تلو المرحله. الان في المخطط الثاني يكون هناك التعاقب لكن باستعمال التكن او ب تبيين التكنولوجيا المستعمله لهذا الغرض الان نشوفوا كيفاش يتم الربط بين الدافعه والملتقط انا كنت مقبل قلت أن الملتقط يمد اشاره للدافعه إذا يمد إشارة للدافعة عبر موزع. إذا هنا الدافعة المستعملة في هذا النظام هو أو هي دافعة مزدوجة الفعل. عندها الغرفة شفنا الغرفة A بلوس و A وشفنا الغرفة B بلوس و B موان. معناه أنه الدافعتين المستعملتين في هذا النظام هي دافعة مزدوجة المفعول. التحكم في الدافعة مزدوجة المفعول تكون بواسطة موزع 5 2 الموزع خمسة اثنين خمس منافذ وممرين نربط الممر الاول بالموزع لهنايا عن طريق قنوات الربط اذا هنا لم الغرفة موان هي اللي راهي آآ الغرفة موان هي اللي راهي تحت الضغط اذا هنا راح تكون الغرفة مضغوطة إذا الغرفة اللي تتحل ممر الضغط و الغرفة الثانية المنفذ الثاني هو منفذ الانفلات إذا عندنا منفذ التغذية في الغرفة أ ناقص وعندنا منفذ الانفلات لماذا لأنه كي تكون غرفة في التغذية لازم الأخرى تكون في الانفلات اذا هنايا ويبقى لي المنفذ الخامس هنا مغلق هذه الوضعيه في الاموا في الوضعيه الاخرى في الوضعيه ا بلس اذا راح نحول راح يتحول في راح يتحول الغرفه الا بلس هي اللي تولي في التغذيه والاموا هي اللي تولي في الانفلات هذا الموزع متحكم فيه بواسطة الملتقط الملتقط S إذا الملتقط S هو عبارة عن ملتقط عبارة عن موزع اه ثلاثة اه ثلاثة اثنين وهذا الموزع وحادي الاستقرار إذا هنا يا اه الضغط عليه تكون اه ميكانيكي اه الضغط ميكانيكي وبالنسبة للرجوع راح يكون بواسطة النابض اذا هنا نفس الشيء اذا هنا عندنا ثلاث منافذ اذا عندنا منفذ التغذيه وهنا هذا النوع هو موزع مغلق في حاله راحه اذا هنا راني راه ممثل في حاله راحه وغرفه او منفذ التغذيه يكون مغلق والوضعيه الثانيه أه؟ أه تكون ب فتح المنفذ إذا هنا الضغط على اس يؤدي إلى فتح التغذية يؤدي إلى أه ضغط الغرفة بليس ويتم خروج ساق الدافعة إذا وهذا ها تمثيل ها تمثيل لكيفية تركيب الدافعة مع أه عنصر الاستقبال يعني وبهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الدرس نرجو ان انكم تكونوا قد استفدتم نضرب لكم موعد اخر في دروس اخرى الى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته